ولكن بمناسبة الزيارة الجربة باش نتقابل معاكم ونشوف مشاكل المنطقة، حبيت نراجع المسيرة نتاع 3 سنين مع بعضنا. اليوم أنتم خلايا القلوب وأنتم اللي الأقرب لإدارة النادي ولا للهيئة. طبعا نعرف فما مشاكل تنظيم تاع هيئات خلايا حباب، فما مشاكل تاع اعتماد خلايا حباب، فما مشاكل تاع حقوق خلايا حباب، فما مشاكل تاع واجبات خلايا حباب، وهذا يدخل في المرحلة الثانية في التنظيم بالنسبة لنحنا كهيئة. الحمد لله أنتم تبعتوا المسيرة توا عامين ونص ولا قريب نص، مازلنا ما وصلناش 3 سنين وبدينا بدات النتائج ولا كثير. لا شوية أربعة لازم نهزوا كل شيء. اليوم التجربة هذه يمكن تثبت للجمعية وجماهير النادي ويمكن الجماهير الرياضية بصفة عامة والناس الكل كونه ما فماش حتى حاجة تصير بالصدفة. الخدمة هي الأساس. احنا نهار الأول كي جينا الناس الكل ضحكت كيفاش 3 سنين درشناها، والحمد لله اليوم النادي الفريقي الأولى في لي سيكسيون الكل ووضعها منظم. نحب ديما المشاكل ديما تصير، ويمكن لدودان في الطريق تلقى هكا ضربات صغيرة تصيرنا في المشوار، ولكن ديما ترجعوا للمسيرة اللي صارت فيها 3 سنوات. 3 سنوات هذوما صارت لنا برشا مشاكل، نظفنا كهيئة، نظفنا الانتوراج، بنينا علاقات طيبة مع الأطراف الكل. اليوم النادي الفريقي الهيئات اللي كانت موجودة كانت متكبرة بصراحة، متكبرة بالجمهور، معناها جمهور قوي. احنا انا رئيس الكلوب انا ادري شنو، ولكن يخسر في علاقاته مع الأطراف الكل. راه يفزع في الجمهور وهو في اللي يلزمه يقدمه للنادي، يبني علاقات مع المنظومات الكل اللي موجوده في تونس، مع الجامعه، مع الليغ، مع وظفنا الامكانيات الكل، مش الامكانيات الماديه فقط، الامكانيات الماديه وحده ما تكفيش، لابد كونه تكون سمعة طيبة، علاقة طيبة، تعرف تتعامل مع الناس الكل. اليوم كما جاتش النادي الافريقي الناس تقدرها، ما تنجمش تاخذ بيناتي في الدقيقة 94 هكا ولا مانيش اللي لازم نعملوه عملناه، قاعدين ماشيين في مشوار تطوير النادي. هذا لا يعني كونه الواحد مترشح لرئاسة الجمهورية والا قادر كونه يقدم اضافه للدوله كامله، كونه مش يستغنى على فريقه موجود بدعمه بميزانيته، ميزانيه حتى ال4 سنوات القدام رصدناها للنادي، ما فماش حتى حد يهب منها. مناش مش نظلمو حتى حد في صورة نجاحنا باش ندفعوا. احنا الكلوبيستية اليوم ما يحبوش شكون يشري ماتش، ما يحبوش شكون يظلم، احنا نحبوا عندنا ميزانيتنا نخدموا على رواحنا ونقدم. بارك الله فيك. عندنا اليوم مدير تنفيذي جديد للنادي الافريقي اللي باش يوقف على في الهيكله الجديده، باش يوقف على الجمعيه والتسيير اليومي لها. من المهمة تو يجي زاد يقول كلمة. هيك الجلال شكرا. بارك الله فيك. ان شاء الله البطولة نجي ونحاول البطولة النادي البطولة تمشي تخرج في التقاليد، مش تخرج من البارك، تمشي الباب الجديد، باب جديد الدور ولاية تونس كل ان شاء الله.